انا جيت. السلام عليكم شباب، النهارده عندنا فيديو جديد عن موقع اسمه ماينر بلاي، موقع لتعدين عمله البيتكوين، هو بدون ايداع وبيعمل شبه موقع اللي انا شرحته قبل كده اللي هو اسمه موتي كانفوسيت، وطبعا ما جابش دعم. المهم يعني في فرق بسيط ان ده بيعدن، يعني الموقع ده بيعدن لوحده مش محتاج تدخل كل يوم، هو بيعدن لوحده تقدر تسحب في اي وقت، لكن موتي كانفوسيت لازم تدخل كل ربع ساعة وليك 15 محاولة بس في اليوم، وتفضل تسحب تدخل يعني وتعمل تحليل كباتشا وكده يعني، وتسحب حوالي 39,000 ساتوشي من عملة اليو اس دي تي. كل واحد ميزة يعني. طبعا الموقع التاني بيدعم الاحالات وبيعتمد على الاحالات اكتر، يعني لو جبت احالات هيزود لك الساتوشي بتاعك وكده. المهم يعني بدون رد كتير، اللي الموقعين دول بيعتمدوا على محفظة فوس باي، فلو ما عندكش محفظة فوس باي لازم يبقى عندك محفظة فوس باي عشان اي محفظة تاني مش هينفع. تمام، فندوس على start mining ونحط محفظة الدوكوين بتاعت فوس باي اهم حاجة، وبعدين دوس على start mining. طيب انت لازم تسجل كده وهتلاقي تعدينك زي ما هو قاعد عادي مش مشكلة. طبعا هنا عندنا الباور ان هو 2، يعني السرعة بتاعت 2. المهم والاحالات ممكن ندخل احالات يعني ناس تشتغل والاخ، وممكن يجي لك تي ار اكس مكان الناس اللي بتشتغل يعني. تمام، وفي هنا اللي هو رينفست اللي هو تقدر يعني تعمل عدد استثمار للمبلغ اللي عندك هنا دي، ويزود لك الباور بتاعك اللي هو سرعة التعدين بتاعتك. تمام، وهنا بيقول لك هيجي لك كام خلال يوم او 3 ايام كده. طيب دلوقتي هو موقع بسيط جدا مش محتاج شرح كتير، فاحنا دلوقتي هنروح على وزدرو عادي جدا. هندوس على وزدرو، بيقول لك اقل حاجة للسحب هي 10 دوكوين، واكتر حاجة دلوقتي احنا عندنا اللي هي دي، ده المبلغ بتاعنا، فهندوس عليه كده ونعمل على confirm request. تمام، قال لي ان انا تم السحب، وانا سحبت 3 مرات منه، قصدي سوري سحبت 2 مرات منه جال النجاح. فنروح دلوقتي على المحفظة ونشوف. طيب شباب زي ما انتم شايفين جات لي عملة البيتكوين اهي 85,000، جات لي النهاردة 7 مايو، النهاردة 7 مايو. اضافة لمصداقية موقع ايموتي كانفوسيت، انا سحبت منه 39,920 ساتوشي من عملة اليو اس دي تي، فهسيب لك لينك الفيديو في علامة الاي اللي فوق، او هسيبه لك برضو في الديسكريبشن تحت، شوفوا برضو عشان ايه كده يعني زيادة. تمام، فالمواقع اللي هي زي كده وبتدعمها محفظة فوس باي فهذه احسن المواقع اللي تقدر تعتمد عليها. هي اي نعم بتدي حاجات قليلة جدا بس احسن من بلاش، وان شاء الله في فترة جاية يبقى في مواقع تانية عن عملة البيتكوين مثلا وعملة السيريوم اي حاجة، المهم يبقى في مواقع كتير في المستقبل. احلى حاجة ان هي بدون ايداع برضو. بس هو ده كان شرح النهاردة، ما تنساش تعمل لايك واشتراك لو عجب الفيديو، هسيب لك اللينك في الديسكريبشن تحت، روح وسجل وبس. سلام.